حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. أكيد عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة تهتم بالمرأة والأسرة والطفل، وأكيد آخر الأخبار المتداولة. في البداية اسمحوا لي أرحب بالجميلات رندا غزل وعبير. أهلا وسهلا يا رؤى، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، نورتوا سيدات سيدتي كنا مجتمعين اليوم. أهلا وسهلا رؤى، أكيد أهلا وسهلا بالزميلات رندا وعبير. رؤى نورتينا، كان لك مكانك من جد خالي. الله يسلمك، أنا استقبلتكم حبيبي. يا حياتي أهم شيء انبسطت الحمد لله. أي أكيد حياكم الله. يعني أنا في بلان نبغى نسويه بعدين كده بيناتنا، بس بعد خلف الكواليس احنا ننتظر رؤى. هذا بلان 2019 ان شاء الله. هي جايبت لنا هدايا بس ما جت، فاحنا مشحونه في الشحن. طيب احنا بنعرف انه دائما بنمر في مواقف، ودائما نقول هذه المواقف احيانا تكون عابره، مواقف ثانيه عابره ولكنها تظل في صدورنا راسخه. اكيد في 2018 مررنا في مواقف مره كثير، واحيانا هذه المواقف تكون نقله نوعيه. لو في البدايه ابغى اسالك يا رندا، كيف باغتك يا رندا، ايش الموقف اللي مرتي فيه خلال 2018 وكان نقله نوعيه لك؟ يمكن لما انتقلت من مكان المكان يعني بالعمل، انا اقصد يعني رحت من مرحله الاذاعه لين التلفزيون، فكانت نقله جدا جميله ومختلفه وكثير حبيتها. موقف يعتبر مفصلي في حياتي. اكيد اكيد. والجميله عبير؟ والله يا رؤى، هو كل يوم زي ما انت عارفه في يعني مواقف الا ما تعتبر يعني نقله نوعيه في حياه اي انسان. يعني كل يوم بنمر في مواقف وكل يوم بنشوف احداث وكذا، لكن الحلو انه احنا نتعلم من الاشياء اللي تصير معانا. الحلو انه احنا مهما حاولت الحياه قد ما هي تهزنا او تهدنا او تطيحنا، نرجع نقوم مره ثانيه، لانه هذا اهم شيء. صحيح. انت ايش تعلمتي يا غزل في 2018 كذا، موقف حسيت انه هو اثر فيكي؟ شوفي، هو كل سنة عن سنة الواحد بيكبر وبيتعلم، وكل ما بيكبر كل ما استصغاره للأمور واستدفاهه مثلا للأشياء اللي مثلا كنت تشوف تقول أوه أنا كنت أزعل منها، الآن لا ما راح تأثر فيه أو ما راح يعني تحرك فيه ساكن. تكبر دماغك، تمشي. يعني يمكن أشياء كثيرة تعلمتها من السنة اللي فاتت للسنة دي إنه طنشي. والله انا احس عقلي صغير هذه السنه، صرت حساسه بزياده وفكري بزياده، وعشان كذا ابغى اصير بطريقته يعني بمزاجي، ما احب اني انا اتنازل كثير. يمكن اتعلمت هذه السنه اني انا اعرف اقول لا، واعرف الشيء اللي ابغاه اعرف اوصل له. ما احب اني دائما اكبر دماغي، لا انا اعند احيانا عشان اقدر اوصل اللي انا ابغاه. قد يكون صح قد يكون غلط، لكن انا كذا احس نفسي مرتاحه. هذا السنه 2019 حيكون على الابواب. ايوه، 2019 ان شاء الله يا رب تكون سنه سعيده علينا احنا جميعا وعلى الساده المشاهدين وعلى الوطن العربي والامه الاسلاميه جميعا باذن الله. يعني ان شاء الله يا رب. ما اعرف ايش ممكن يعني يصير معانا في 2019، لكن اتمنى ان شاء الله برنامج سيدتي يكون من نجاح الى نجاح اكبر واحسن. ان شاء الله. وكمان عندنا هاشتاج بيقول لك ايش تعلمتي من اليوم او الموقف اللي بيمر فيكي في الايام بشكل عام، ايش تعلمتي من الايام؟ جميل. هذا هاشتاج على تويتر. هذا هاشتاج على تويتر. كالعاده تتوقع اكيد طبعا. يعني ابغى اسالكم في البدايه، انتم ايش تحسوا انتم بتتعلموا من الايام؟ الايام الصعبه الحلوه. طيب يمكن انا اللي تعلمته زي ما ذكرت رؤى قبل شوي، انه انا اصر على الحاجه اللي انا ابغاها لين ما اوصل. ايوه ليه لا، صر واقدر اقول لا. انا كنت اول كثير كثير يعني ابدل العالم على نفسي. اي، وانه حتى لو سوى اشياء بسيطه انه اقول انه معلش، انه اكيد يبغانا، اكيد ما ادري ايش، اكيد في ظرف، اكيد ما يهمني ظروف العالم. الان بديت اعرف انه ما يهمني اي ظرف شخص، المهم انه انت تحترم الشخص اللي قدامك وتقدر تقول لا. صح، هذه اهم شيء. صح، في الاخير يعني بصراحه الصحه النفسيه جدا مهمه. بالضبط. انا معك. بالضبط. ورؤى، والله هالمره انا اللي علمت الايام والايام علمتني. برافو. ياهو، والله جاي يوم جاي يعني متحمس، عرفتي كيف، وجاهزه للسنه 2017. ما شاء الله ما تاخذي من عين احد. ما شاء الله. غزل، انا ابغاكي انت تقولي لي، دائما احنا اللي نجاوب في الاخير انت تكوني مفقوده من الموضوع، فجاوبيني انت اول، ايش تعلمتي؟ ايش تعلمتي؟ ايش علمتني الايام؟ علمتني الايام اني اعتمد على نفسي، علمتني الايام انه مهما كان في حواليك ناس، ففي الاخير ما حد هيحس فيك الا انت، ما حد هيحك جلدك الا ظفرك على قولتهم. في الاخير انت مع نفسك، لازم تقوم، لا تستسلم، مهما كانت الاشياء صعبه حواليك. صح. وحياتك يعني بيكون فيها مواقف كثير طالعه نازله، اضحك وابتسم. صحيح. في الاخير الحياه تستحق. يعني الحياه تستحق.
عارفة قد ما هي على فكرة بتحاول تحاربنا إحنا كبشر بس برضو الحياة تستحق. أنا أحس الحياة حلوة هي عمرها ما تحاربنا، إحنا نحارب نفسنا أحيانا. صحيح صدقيني هي الحياة ممكن. أنا جدا يعني والله ما كان يحتاج يدخل منهج الفلسفة والله العظيم. أجوبتنا فلسفية. أجوبتكم فلسفية كأنكم درسين الفلسفة منذ الأزل. نحضر ل 2019. أيوة أنا ملاحظة بقوة ونشاط وتفاؤل. أتفاجأت فيكم. أنت صدمت فيني. أنا صدمت فيك تحديدا أنت. ليه؟ قريحتك الفلسفية. صدقيني شوفي حلو إنه الواحد يكون سعيد وفاصل كل شيء لحاله. أكيد طبعاً. بتجي أوقات كثيرة الإنسان يعني بيكون فيها تعبان أو في حاجة حصلت له أو كذا، لكن مهما يحصل افصل. يعني أنا أحب إن دائما أكون سعيدة، أحب دائما أبتسم في وجه الناس. ليش؟ لأنه الحياة صعبة وقصيرة وهي مرة واحدة هنعيشها، فعيشها بحلوة، ليش تعيشها بمرة؟ بنشوف هي فيها حلوة مرة. صحيح، بنشوف دحين مشاركات المغردين على تويتر على هذا الهاشتاج. حتى المغردين عندهم فلسفة فعلا، يعني يقول لك الخطأ إذا صار ما في مجال إنك أنت تمسحه، لكن في مجال إنك إيش تسوي؟ انك يعني تكمل وتشوف صح انك هذا الغلط ما تكرره، والواحد لازم يكون متسامح مع اخطائه. شفت زي ما قلت لك التغافل شعور راقي جدا. بالضبط. يعني انت لما تتغافلي وتطنشي وتكبري دماغك عن امور سواء كانت كبيره او صغيره، صدقيني انت حتعيشي. ايوه بالضبط، انت بتشتري راحه دماغك. تعلمت الاكتفاء بنفسي والا اتوقع الكثير من الاخرين، وكيف اترك مسافه بيني وبين من احبهم حتى لا نقع في المتاعب. احسنتي. القلب الذي يتحمل كثيرا حين يتغير لن يعود كما كان ابدا. صحيح طبعا. تحسي كل تغريده مقصودتنا. مين مغرد مقصودتنا؟ مين مغرد؟ انتوا عندكم حسابات في تويتر؟ ابدا. انا حسابك باسمك. اوكي واحد قاعد. لا ما في حساب. لا احس كل واحده مقصود بتغريده. طيب يعني هذا اللي تعلمته. هذا اللي تعلمناه. طيب انت ايش تعلمتي؟ انا غير انك تطنش وتتغافلي، ما تعلمتي انك تسمعي كلامي؟ أوه. لا أنا اليوم دنتي. لا أنا تعلمت الإصرار. يعني أنا أعرف أنه أنا ما وصلت للمكان ده من جلست مثلا أراجع نفسي مثلا السنة دي والسنة اللي قبلها أنا إيش سويت. أنا جدا مبسوطة بنفسي أنه أنا ما وصلت المكان ده إلا أنا بعد ما تعبت. يعني أنا أشتغلت على نفسي عشان قدرت أوصل للمكان ده، فأكيد مدام أنه أنا وصلت للمكان ده أكيد رح أحافظ على قدر المستطاع ورح أثبت نفسي أكثر وأكثر. فإصراري السنة اللي فاتت والسنة دي هذا اللي كان يهمني. طبعا إحنا بنعرف أنه أغلب الأشياء اللي تكلمنا عنها يمكن تأثر على سلوكنا، لكن أكيد في أشياء كثيرة ممكن نتعلمها في حياتنا اليومية زي صح. الرياضة مثلا. صحيح. أنا من الناس اللي كنت بفكر وإن شاء الله رح أسويها هذا الشيء. إني أضيف الهايكينج من السنة اللي فاتت. نضيف الهايكينج. لا جربوني السنة حتشوف 2019. لو سمحت أنت عملتي أول حاجة اشتركتي في النادي بس وبعد كده خلاص. اشتركت في النادي وبستنى إنه أروح. الهايكينج مرة حلو وما يخوف وشيء جميل. أنا جربته مرتين. وأتوقع الأجواء هذه الفترة كثير حلوة. الأجواء دحين تجنن. طيب أنا كمان حضرتك حتى لو انجرحتي ما تتحسي بالله. أنا خاف على ضميري. إيش بحضرت لك؟ طيب أنا كمان.